يعني خليني أقول لك شيء واحد، أنا متيقن متيقن سوف أن تكون هناك مصالحة ما بين الإطار والتيار الصدري. مصالح. أنا أؤمن بسماحة السيد أنه دائما يتنازل عن حقوقه الشخصية والسياسية من أجل البلد ومن أجل المصلحة العامة ومن مصلحة المذهب. هسه البعض هاي ما يأشروها، أنا أشرها ودقيق عليها، فبالتالي سوف يذهب. هذا واحد. اثنين، أنا سوف أتكلم هذه حسب معرفتي بسماحة السيد. أنا تعرف ما مو ناطق باسمه ولا أعمل معهم الآن، وهم أخوتي لا أعرفه. سماحة السيد لم يشكل حكومة ولم يأخذ رئاسة الوزراء، عند عنوان بيت الصدر وأهل الصدر أكبر من هذا الأمر، ولذلك لا يعرض هذا الاسم الكبير والشريف إلى هذه التفاهات الموجودة في الوقت الحاضر. ممكن من استقر العراق وكذا يطرح هذا الأمر، واليوم هو الكتلة الأكبر وقلت لك هو شكل. ممكن أن يأتي بشخص بعيد عن التيار الصدري ويكلفه رأس وزراء، هذا واحد. اثنين، الذي طرحه سماحة السيد في الجلسة التي جمعته بالإطار هي كانت حقيقة مسائل موضوعية، مسائل تضع الحلول. يعني اليوم خل أقول لك شيء واحد، لكن خلي نتكلم بها بصراحة. اليوم الحشد الشعبي مؤسسة حفظت شرف وعرض وأموال العراقيين، لكن أني وأنت وكثير من العراقيين عندنا ملاحظات عليها. بعض الأطراف فيها وبعض القيادات فيها أساءت إلى أبناء الشعب العراقي، بل أساءوا إلى شهداء الحشد الشعبي. تعال نرمم هذه المؤسسة. أنا أتكلم لك بصراحة، وجوز هذه أول مرة تسمع مياه، الانضباط الموجود الكثير من الأخوان في الحشد الشعبي أكثر من مؤسسات الدولة الأمنية الأخرى، لكن وين ينقصنا الضابطة؟ هناك البعض من المسؤولين فيها والقيادات فيها يسوؤون بها فساد، فيها تجاوز على حقوق الناس، فيها على الحريات، فيها سرقات، فيها كذا. تعال نفلتر هاي المؤسسة ونطلع المسيئين ونعيدها حتى نكون، هذا واحد. اثنين، وأن نذوب هذه المسميات. ماكو سرايا السلام، ماكو عصائب، ماكو كتائب، بالكل حشد نخلطهم، أن لا يكون في مجامع خاصة كلهم مخلوطين، أن نكون مؤسسة حشدية. وهذا حقيقة يعني يعطي ما يبتغي سماحة السيد واللي تخوفه، وأيضا يحفظ المؤسسة الذي متمسك بها الإطار، وهي مؤسسة محترمة ودافعت عن حقوق العراقيين. أما سماحة السيد عندما يطرح أن تكون هناك محكمة فساد، فهذا يعني أن الفساد موجود إلى درجة كبيرة، وهذا أنت تحس بي وأنا أقربي والآخرين وكل العراقيين. عندما نقول أن أكو فساد بالعراق، ليش ما نضع نصوص تشريعية كبيرة وأن تكون محكمة يعني حقيقية أو مراجعة حقيقية في هذا الفساد؟ لذلك وأيضا الإطار التنسيقي حقيقة عنده نقاط مهمة ومحترمة، وهي أن تكون هناك حكومة توافقية، لأنه يعرفون الأغلبية يعني سوف بعد هذه نتائج الانتخابات سوف يكون هناك بها دماء، سوف يكون بها هناك أضرار، سوف يكون بذلك.